مساء النور يا رزان. طبعا لي مواطن قطري من مواليد مدينة الدوحة في أقدم الفرجان، قريب من فريق الأحمد أو فريج الأحمد نسميه فرجان، وقريب من سوق واقف وهنا يسمونه فريج البحار، كان قديما معروف بموقع بين فرجان مدينة الدوحة العريقة. مواليد طبعا 47 من القرن الماضي. علي طبعا درس في مدارس قطر من الروضة إلى التمهيدي، مع بداية التعليم الحديث في قطر، وفي أول مدرسة حديثة أنشئت في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي. كان عندنا مرحلة روضة وتمهيدي ومن ثم ابتدائي، ومن بعد الابتدائي المرحلة الابتدائية رحنا إلى المدرسة الإعدادية اللي كانت مدمجة مع المدرسة الثانوية. طبعا في تلك الفترة كانت أعداد الطلبة في قطر قليل جدا، المدرسة الثانوية اللي بخلف استاد الدوحة اللي هو أول استاد يعني بني في قطر عام 66. التحقت بالجامعة، جامعة بيروت العربية. يعني للعلم احنا صادفتنا حرب 67 وما سميت بالنكسة ونحن في لبنان. طبعا تأثرنا سنة واحدة نتيجة لهذه الظروف، وتأثرنا كثيرا، يعني من الصعب يعني انك ترى اراضي احتلت بهذا الحجم من ثلاث دول عربية بما فيها جميع أراضي فلسطين المحتلة. فمن هذا المنطلق يعني جعلنا من الصعب أن ننهي الامتحانات، خاصة أن الحرب جاءت في فترة امتحانات في شهر يونيو. شهر يونيو هو بداية الامتحانات والمذاكرة وخلافه. خلصت الجامعة تقريبا في 71، كلية تجارة بتخصص اقتصاد وعلوم سياسية. التحقت مباشرة بالعمل في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهذا يعني بداية عملي الرسمي، وأراها أن هذا واجب علي أنا كمواطن، وخاصة أنه نحن يعني من أوائل الأجيال التي تخرجت من المدارس الحديثة والتعليم الحديث وحصلت على شهادات جامعية. ربما هناك يعني في من سبقنا بسنوات قليلة، ولكن أنا أعتبر نفسي يعني من المجموعة الأولى أو الرعيل الأول الذي يعني حصل على شهادة جامعية. رأيت أن هذا واجب علي لأخدم بلدي، خاصة كما بينت من الرعيل الأول الذي تعلم تعليم حديث. فالتحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة كموظف في قسم التمويل ومراقبة الأسعار والغش التجاري، ومن ثم أصبحت رئيس القسم. طبعا في تلك الأيام كان عدد الموظفين محدود جدا، يمكن أنا أكون رئيس نفسي، بما معناه أنا رئيس القسم ولا يوجد شخص معي. ولكن بعد فترة رأينا أنفسنا في حرب 73 أن العمل يتطلب لتوفير مواد تموينية للدولة هنا، أو ونحن نقوم بإدارتها وتوزيعها، وكان عمل شاق جدا، خاصة والقسم لم يعني يصل إلى مرحلة التنظيم وتوفير الموظفين المختصين ليقوموا بهذا العمل الشاق. بعد ذلك كلفت بإدارة الشؤون الاقتصادية وأصبحت مديرا للشؤون الاقتصادية عام 76، وأضيف إلى عملي كذلك المراقبة العامة للسجلات، وكانت السجلات التجارية وسجلات
المتفرعة عنها، المقاولين والوكالات والاستيراد، فأصبحت مسؤول عن هذه الأعمال. يجب أن أذكر أنني بجانب هذا العمل الرسمي كان هناك في عمل خاص، يعني أنشأت شركات وغيرها بموجب القوانين التي تعطي الشخص أو المواطن في قطر هي حق العمل، اللي هي شركات الأموال، شركات الأموال اللي ذات مسؤولية محدودة، المساهمة والتوسيع البسيطة، هذه تسمى شركات أموال. يجوز للموظف أن يساهم في مثل هذه الشركة كحال الشركات المساهمة التي نعلم كيف تنظيمها وكيف المساهمة فيها. بعد هذه الفترة، يعني فترة العمل في الدولة، أصبحت مستشار اقتصادي للوزير في عام تقريبا 2002. استمر الحال على هذا المنوال إلى أن يعني تقاعدت في عام 2006. أصبحت يعني أشرف على عمل التجاري إشراف مباشر، وأكن أيضا كل اهتمام وتقدير وأيضا مسؤولية تجاه وطني. يعني أيضا من خلال العمل الخاص يجب أن لا أنسى أنني مواطن قطري يحمل مسؤولية وأمانة تجاه وطنه، فيجب أن يعمل بإخلاص كما عمل في وظيفته الرسمية. طبعا أنا تنوعت في أعمالي الخاصة، ربما تلك الأعمال تجانبها أو تحالفها الصدفة. يعني في كثير من الأعمال تصبح في الواقع بصدفة معينة أو مناسبة معينة، ترى نفسك أنت منغمس في هذا المجال. فمعظم الأعمال اللي احنا أنشأناها الخاصة ربما يعني صارت بظروفها، يعني حتى يمكن التخطيط يكون في كثير من الحالات غير موجود، ولكن ترى أن هذا المجال من اختصاصك من عملك. لا ننسى أو لا تنسى أن إحنا من عائلة يعني تعمل بالتجارة. يعني وقعت عندنا يعني معلومة أن أهلنا حتى في القرن التاسع عشر كانت هناك جدود يعملون في التجارة، وهناك مراسلات مع التجار الهنود، خاصة أن معظم تجار الخليج يعني يعملون مع الدول الآسيوية بالذات اللي هي الهند. الهند لما كانت يعني فيها كل الدول التي انفصلت عنها مثل باكستان وبنغلاديش وسريلانكا وغيرها، هذه كانت كلها سمى شبه القارة الهندية، حتى نيبال يعني في ذيك الأيام. فكانوا جدودنا يعملون مع الهند وبالذات كراتشي وبومبي، وهذه لأن في ذيك الأيام، وإحنا يعني حتى في لما كنا صغار نعلم أن أهلنا يسافروا الهند يبيعوا اللولو القماش، ومقابل هذا يأتوا ببضائع من الهند. إيه نعم، على أساس أن سواء كان بضائع استهلاكية، يعني سواء كانت غذائية أو غير غذائية. ولكن أنا يعني بالفعل شاركتهم في فترة مبكرة أو زمن مبكر يعني في العمل، خاصة استيراد الفواكه والخضار من الهند. وأيضا بعدين اتجهنا في الخمسينيات يعني اشتغلنا معاهم، يعني وهم يستوردون الفواكه والخضار من لبنان من سوريا، وكانت الطرق البرية صعبة يعني بالنسبة إلى الشاحنات، فكانت تغرز على الحدود القطرية السعودية هنا في يعني منطقة كلها صبخات، إلى أن انشئت الطرق الحديثة، وهذه سهلت من عمل النقل والسفر من وإلى قطر. طبعا المصنع ذي يعني له حكاية يعني يمكن أن نوضحها. احنا أنشأنا هذا المصنع بشراكات مع غير قطريين، جنسيات آسيوية، واستمر المصنع يعني في مطلع التسعينيات 91 تقريبا. علما احنا كنا نشتغل أيضا في شركات الملابس أنشأناها، وكانت فيه شراكات يعني مع أخوة قطريين، وبدأنا حتى قبل 91، ولكن نتكلم عن الحرية
يعني هذه الحرية أيضا أنشأناه في 91 لتلبية الأسواق الأمريكية والأوروبية، لأن كانت هناك في حصص تحددها أمريكا إلى بعض الدول الأقل نموا نسميه بالعربي least developed countries. يعني ففي ذيك الأيام قطر يعني كانت من ضمن هذه الدول وتعطى حصص في الملابس يعني بكميات لا بأس بها، وهناك في تجار هنود يتعاملون معنا عشان نعد هذه المنتجات وترسل إلى أمريكا وبموجب مواصفات وشروط قاسية جدا، حتى العميل الأمريكي يأتي مندوبين عنا ليطلعوا على ظروف العمالة، على سن العمالة، على أساس أن هذه المصانع تلتزم بهذه الشروط التي تطبق في أمريكا. فاستمر الحال إلى فترة زمنية، ومن ثم أنشئت منظمة التجارة العالمية WTO. فلما انشأت التجارة العالمية وهناك في اتفاقية يسمونها توقية الألياف أو الأنسجة، في هذه أيضا عدتها أمريكا لتساعد في عملية هذه الحصص. فيما بعد لما انشأت منظمة التجارة العالمية ألقيت الحصص خاصة دولة قطر والدول الخليجية المشابهة، أصبحت هذه الدول ذات دخول عالية، فخرجت عن مجموعة الدول النامية أو الأقل نمواً. هذه المكائن القديمة التي كانت عندنا يعني إحنا قمنا بإصلاحها، إعادة إصلاحها وتحسينها لتنتج العديد من المنتجات التي لا يمكن أن تتوفر عند المصانع الشبيهة بمصنعنا، فيها من أعمال التطريز، التطريز الصغير والتطريز على أقمشة السادة التي ليس عليها نقش، وأيضا تقدم خدمات أو منتجات للكثير من الصناعات. يعني إحنا عندنا مثل ما قلت لك المعدات والآلات الضخمة جدا، ندف الفايبر اللي هو شبيه بالقطن يجي في بالات، وهذا يعني يعتبر يعني مهم جدا أو بديل للقطن الآن. هذا ينزل إلى في مكائن تندفة مثل النداف اللي يندف القطن، ينزل في هذه وينزل بكميات كبيرة، وعقب الندف يشكل لاستخدام المخدات أو استخدام للألحفة أو استخدامه لأغراض ثانية. في نفس الوقت عندنا أيضا آلة كبيرة جدا اللي هي تعمل على الحرارة وضخمة، هذه تنتج رولات حسب الطلب، يعني حسب درجة الحرارة المطلوبة من حيث تماسك هذه الألياف الصناعية على أساس أنها تشكل، فتنزل في رولات. احنا نستخدمها أيضا الآن في المراتب، علما هذه الآلة يعني في بعض المصانع عندها مثل هذه الآلات ولكن يمكن ما عندها الآلات الأخرى. عندنا أيضا الآلات التطريز، في عندنا آلات التطريز اللي هي تقريبا مكينتين ضخمات، كل مكينة فيها 20 رأس، يعني تقدر تنتج 20 منتج في كل مكينة، أنتج مشابه نمطي في كل مكينة، يعني عندنا 20 و20 40 رأس، وهذه تعتبر أيضا طاقة إنتاجية كبيرة جدا. يعني ما هذه أيضا عندنا الكولتينج ماشين، أيضا هذه عملية تشكيل أو تطريز أو يعني دمج مادتين مع بعض، يعني قماش سادة مع الألياف الصناعية، هذه عقب ما تفرد وتخرج بشكل رول يعني نضعها مع بعض ونعمل عليها خياطة بالأشكال المربعات أو الأشكال اللي تبغيها. عندنا مكان الكولتينج ماشين اللي هي هذه المكينتين أيضا عندنا، كل واحدة فيها أظن 20 رأس أفتكر بثلاثة ألوان. هذيك الكائن التطريز اللي قلت لك 20 و20، هذيك فيها 9 ألوان، يعني أنت ممكن تعمل صورة يعني صورة بكافة الألوان طلع لك صورة بشكل معين. الماكينتين الكبار هذه كولتينج ماشين، هذه فيه 3 ألوان، يعني ممكن تعمل في الأقمشة السادة زهرة من 3 ألوان، إيه ما تزيد عن 3 ألوان، أنت تختار الألوان اللي تبغيها الثلاث. هذه الخط المراتب احنا جبناه يعني منذ 3 أو 4 سنوات، يعني هناك في خطوط متفرعة منه، مثلا في آلة أو مكينة تعمل
السبرينج أو الزمبرك، هذه من أسلاك حديدية صانعة بطريقة معينة وبعدين ينعمل بشكل جيد. وشكر الله يعني منتجاتنا خاصة في المراتب يعني أصبحنا ننتج مراتب حسب الذوق اللي يرغب الزبون، وفي ملاحف وشراشف ومخدات وأغطية مخدات وأغطية ملاحف من الدرجة الأولى كلها قطنية 100%، ونحن يعني نكون حريصين على الاختيار الأفضل من هذه المواد لكي تلبي طلبات الزبائن سواء كانوا أشخاص أم شركات فنادق أم مؤسسات وأيضا الأقمشة اللي فيه أيضا تجارية وغيرها. والله يعني إحنا كما عرفت وبينت أنا في هذا اللقاء الكريم، إحنا من الجيل الذي عاصر الظروف الصعبة، يعني عشنا في بداية حياتنا وإحنا صغار يعني ظروف صعبة، والحمد لله يعني الخير نزل على قطر نتيجة تصدير النفط وتأثر المجتمع بشكل إيجابي من هذا النوع. الحياة الرقدة لا تدوم، يعني يجب أن يضع الإنسان هذا الأمر في الاعتبار. فأنا يعني أدعو الشباب أن يركز على الأعمال الجدية وأن يبتعد عن تصرف الإنفاق أو التصرف في الحياة يعني بهوان وسهولة وأن الأمور كلها سهلة. لا، يجب أن نعمل بجد واجتهاد، ويجب أن نعمل بحرص على أساس أن شباب قطر هم من يقع عليهم المسؤولية الكبرى في الحفاظ على مقدرات والاهتمام بأعمالهم وتخصصاتهم وتنظيم حياتهم بشكل جيد لكي يميزوا بين المسؤولية والالتزام تجاه الوطن مع مسؤوليتهم تجاه أسرهم وتجاه أنفسهم. فبدون هذا الأمر يعني يتهيأ لي الحياة ستكون صعبة، ويجب أن نستمر بالعمل الجدي، يعني يجب أن لا وننظم حياتنا، يعني لا نعمل 24 ساعة، لا، العمل بجانب الترفيه عن النفس، الحفاظ على الأسرة، الاهتمام بالأسرة، هذه كلها أمور مهمة جدا. فالاهتمام بالعمل والتخصص هذا أنا أعتبره من الأولويات التي يجب أن يضعها الشباب في الاعتبار، ليس فقط على الصعيد الوطني في قطر، لا، على الصعيد العربي يجب أن يكون هناك في اهتمام من الجميع، يجب أن يكون الجميع يعني يعمل لأجل وطنه، لأجل مجتمعه، لأجل بلد، لأجل المجتمع العربي. يعني المجتمع العربي هو مجتمع واحد، فمطلوب من الشباب أن يعمل. وأنا أعرف أن في كثير من الدول العربية يعني ما شاء الله شباب متعلم ومتمرس ويبحث عن العمل، احنا الى الان غير متوازنين، يعني يا الشباب المتخرج في الدول العربيه ونستورد عماله غير عربيه. فيجب ان هذا ان يوضع في الاعتبار، هذا مهم جدا. وايضا المواطن العربي لما يعمل في دوله عربيه اخرى يجب أن يعمل كأنه مواطن تلك الدولة ويحافظ على هذه الدولة محافظة كما يحافظ على بيته ووطنه. طبعاً المرأة الحمد لله يعني في مجتمعنا القطري يعني برزت بروز يعني كبير جداً، وهذا الأمر طبعاً انطلق بمراحل منذ بدء التعليم في منتصف الخمسينيات، يعني المرحلة الأولى التعليم، فبعد هذه المرحلة برزت هناك في نسبة كبيرة من المتعلمات فخدموا في قطاع معين أيضا محدود سواء كان في التعليم أو في الصحة أو خلافه، ولكن بشكل ما بس التعليم هم قاموا، خاصة أن حاجة تعليم المرأة الموظفة أن تدير في كمعلمة أو إدارية أو غيرها. ولكن الغفزة الهائلة جدا تمت على يد صاحبة السمو الشيخة موزة. بالفعل يعني هذه انطلقت بالمرأة انطلاق خيالي، فأصبحت المرأة الآن
في كل مكان، يعني لم تحدها أي حدود في العمل، يعني حتى إلى درجة أنها وصلت إلى الجيش والشرطة. يعني هذه شيء متقدم جدا، يعني حتى إحنا ممكن الطيران موجود عندنا، بنات أيضا بدأوا في قيادة الطائرات، سواء كانت طائرات صغيرة أما طائرات حتى تجارية، التوجه موجود عندنا. المرأة الآن في المجال الرياضي، يعني جميع الخدمات. يعني كانت المرأة أول ممنوع عليها سياقة السيارة، الشيخة موزة لا، فتحت المجال وبرزت يعني لأهمية المرأة، يعني حاجة المرأة. مثلا أسرة ما فيها رجل، عرفت كيف؟ لابد أن البنات يتعلموا يخدموا نفسهم في الأوقات الضرورية، فهذا أمر مهم جدا. يعني أنا رأيت في هذا الأمر يعني انطلاقة خيالية جدا، يجب أن لا ننسى هذا العمل، عرفت كيف، للشيخة موزة. ويعني إحنا يعني بالفعل نفتخر بهذه المرأة التي بالفعل قادت العمل النسائي بشكل جبار، وبرزت حتى تحصل السفيرة وتحصل ممثلة دولة قطر في المنظمات الدولية. يعني لم يسبق هذا الكلام إلا خلال يعني عقدين ونص من الزمن أول ما ابتدت، يعني وابتدت يعني بقوة، لكن هي نموذج ليس فقط على الصعيد المحلي، على الصعيد الدولي، يعني مساهمات دولية خيرية يعني تخص من هم في أمس الحاجة للخدمات هذه على الصعيد العالمي للتعليم وغير التعليم، وهذا شيء مميز يعني وتشكر عليه. من المنظمات الدولية هي التي سابقت في شكر الشيخة موزة، وأيضا أعطتها المناصب وأوضاع المهمة جدا في هذه المنظمات. طبعا احنا يعني كما بينا أن احنا عندنا قيادات، والحمد لله يعني قيادات يعني تتمتع بمسؤولية عالية تجاه الوطن والمواطن. فسمو الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد، الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية، يعني احنا تقريبا متزامنين ترى في العمر، متزامنين حتى في المدارس. أنا كن تقدير واحترام على هذه الجهود الطيبة الكريمة التي قدمها للوطن، وجعل من دولة قطر دولة بالفعل أتحدث عنها القاصي والداني. وبرزت دولة قطر ليس فقط إحلاميا ورياضيا واقتصاديا، يعني اليوم دولة قطر يعني لاعب رئيسي في السوق العالمي. فنشكر سمو الأمير الوالد على ما وصل دولة قطر إلى هذا المستوى. طبعا الشيخ تميم هو يعتبر رمز الشباب، الله يطول عمره ويساعده في تأدية هذا الدور المهم. وبالفعل احنا فخورين بالشيخ تميم فخر كبير، كما احنا فخورين بالشيخ حمد الأمير الوالد. الشيخ تميم يعني قام بدور مهم جدا للحفاظ على دولة قطر ومصالح دولة قطر. طبعا هذه الجهود التي برزت من هذين القائدين بجانب الشيخ موزة الله يطول عمره، عرفت كيف، هذا يعني أنا يعني جعل من دولة قطر دولة تتمتع باستقرار سياسي واستقرار اقتصادي واستقرار مجتمعي. هذه تعتبر من المكاسب التي يعني يصعب أن تتوفر في أي دولة. ولذلك احنا الحمد لله يعني بهذه القيادة الحكيمة تمكننا إلى أن نصل إلى هذه المستويات الذي يشهد بها الجميع في الداخل والخارج، والحمد لله. وأتمنى لقياداتنا التوفيق وطول عمر، لأن بالفعل احنا يعني نكون لهم كل احترام وتقدير ومحبة في آن واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي عماد بهجت، مدير عام مصنع الحرية لصناعة النسيج الوطنية. طبعا حضراتكم يعني شرفتونا النهاردة. مصنع متخصص في صناعة المراتب الطبية والمفروشات، وعندنا
أربع أقسام رئيسية هنا. أول قسم المراتب الفندقية ذو الطبيعة اللي هي الطبية، لها مواصفات عالية وبتتميز بجودة عالية، وبنخدم فيها قطاع الفنادق وقطاع المستشفيات. وفي عندنا شريحة أخرى اللي هي المراتب الخاصة اللي هي المنازل أو البيوت، وفي شريحة ثالثة من أنواع المراتب اللي احنا بنصنعها اللي هي المراتب الخاصة اللي احنا بنسميها النوعية الشعبية، بتتميز بالدقة وبنتميز ان احنا عندنا انتاجية عالية، بحيث ان مصنعنا ممكن ينتج يوميا حوالي 400 فرشة طبية، وبينتج حوالي 2000 مخدة من برضو مواصفات عالية كتير. أشكركم على هذا اللقاء، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء يعني مفيد للمشاهد، وأن يثري أيضا المعلومات عند المشاهد، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا.